اهلا بحضراتكم من جديد. كره اليد سيده السنه اللي فاتت وكان موسم غير متوقع، كان موسم صفري، يمكن خسرنا الثلاث بطولات، ولكن كعاده النادي الاهلي وقف، يعني كان واقفه، بدا يشوف اخطائه، بدا يصحح الاخطاء، اللاعبات نفسهم من غير ما حد يتدخل شافوا القصه ايه، بداوا يعالجوها. السنه دي الحمد لله ثلاث بطولات من ثلاثه، رجع تاني النادي الاهلي، يعني يمكن 30 سنه طول الدوري، بعد كده دروب بسنه ما خدناش البطوله، وبعد كده تاني في نو تايم في موسم واحد نحتكر الثلاث بطولات. كان لازم يكون معانا نجمتنا ونجومنا النهارده في البرنامج. بنرحب في البدايه بكابتن الفريق الاسطوره طبعا نصر عيد عبد الملك. اهلا بيك يا نصر. اهلا كابتن، ازي حضرتك؟ مبروك على هذا الانجاز الكبير. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. صح حضرتك. طيب وبرحب طبعا برحب طبعا بنجمه الفريق ايضا ليلى هيثم، احد العناصر المؤثره جدا السنه دي في حصول الاهلي على الثلاث بطولات. اهلا بيك يا ليلى. اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. يمكن اول مره تشرفونا في قائد النادي الاهلي. ازي حضرتك؟ تمام. عرفينا برضو، يعني نتعرف الجمهور طبعا يا نصرة، كابتن نصرة وكابتن ليلى، يعني طبيعة مراكزكم في الملعب، مركزك ايه، البطولات اللي حصلت عليها وكذلك. والله يعني انا الحمد لله السنة دي بلعب بشكل مختلف. السنة دي لعبت في كذا مركز، لعبت وينج، ولعبت ساعات بلعب صانع العاب، وكنت بلعب فيرود. يعني السنة دي المراكز بتاعتي زي ما بيقول الجوكر بتاع الفرقه، يعني الحمد لله كان ربنا موفقني السنه دي، يعني الحمد لله. نصر، خليني اقول لك انه حته برضو عايز اقولها لك يا ابو حميد، يمكن بقى ملعبي بقى شويه اقول، يعني لا خد بالك، اصل انا عارف برضو متابع نصر ومروه عيد ونجومات اليد بالظبط، ولا وحنان كمان عرفتهم الثالثه. خليني اقول لك ان انت فاجئت كل السنه دي ان انت لعبتي في اكتر من مركز، ومش بس لعبتي، كان طبعا بقى في اصابات، في امور بيحصل فيها عجز، لدرجه ان في الوينج ما كانش فيه، في ماتش لعبته ما كانش فيه اي لعيبه جاهزه تلعب، وانت رحت سديتها، لا كنت بتلعبي وبتتالق. والله يا كابتن يعني الحمد لله، يعني انا من السنه دي واخده تحدي بيني وبين نفسي ان انا السنه دي عايزه اطور نفسي بشكل اكبر من كده. السنه اللي فاتت طبعا كان في عدم توفيق غير عادي خالص، كنت ببقى زعلانه جدا، ان انت عارف طبعا النادي الاهلي ما فيش حاجه خساره، بالذات عندي في البيت كمان الموضوع كان مؤثر فيا بشكل نفسي كبير. فالحمد لله يعني كان توفيق من عند ربنا السنه دي، وكلنا تعهدنا مع بعض ان احنا نكسب وناخد الثلاث بطولات، ان احنا نرجع تاني في مكاننا الطبيعي وكده. وكنت الحمد لله السنه دي برده مركزه ان انا في اي مكان الكابتن هيحتاجني فيه هادي فيه، بس نكسب. هي دي الروح. خليني اقول لك برضه يا احمد، لا قبل ما تروح بقى ليلى، انا اقول لك لا لا ده انا عايز اقول لك على حاجه كويسه، لا ده انا شايفك راح ليلى. تعرف ان ليلى بيشبهوها بصخره الدفاع ابراهيم المصري عندنا؟ بص انا كنت هسالها لقب الرشاش جه منين، فانت قلت لي لقب تاني. نصر عيد. لا اولا مركزك في الملعب ولقب الرشاش بقى، ايه حكايه لقب الرشاش ده؟ انا مركزي فيرويد، ويعني لقب الرشاش ده كابتن الفرقه هي اللي قالت لي الاسم ده. يعني طب هتقولي لي انا خدت كام بطوله، ونرجع بقى هي تقول بقى السبب انها اطلقت عليك اللقب ده. انا متساعده من الفيرست تيم بقالي اربع سنين، خدت ثلاثه دوري وثلاثه منطقه وثلاثه كاس وواحد كاس سوبر، وبس يعني السنه اللي فاتت بس هي اللي ما خدتش. بس ما جاوبتيش على السؤال برضه، ايه هو ايه الرشاش؟ ايه لا ما هي نصر اللي هتقول بقى هي ليه الرشاش، ليه اطلقت عليها الرشاش؟ انا مديها لقبين، دبابه والرشاش. طب ليه اللقبين؟ ما شاء الله ليلى السنه دي ماشيه بشكل كويس جدا. السنه دي هي اشتغلت على نفسها، طورت من نفسها جدا، العقليه بتاعتها اختلفت تماما عن الموسم اللي فات خالص. السنه دي ساعدت الفرقه بشكل كبير جدا، كهي او كشهد او كليله في المركز دوت، كانوا بيساعدوا بعض جدا. احنا الاربعه مثلا بنلعب سنتر فيرود، انا مثلا اول سنه العب فيرود، فهم كانوا بيساعدوني بشكل كبير جدا طول السنه، ان انا كنت غيرت مكاني وكده. فهي فعلا دبابه يعني قويه جدا في الدفاع وفي الهجوم، ورشاشه بقى يعني جامده الصراحه. بس طب ليه ان انا معلش، انت كنت قلت حته قبل الهوا ان احنا ممكن نقول ياسمين عبد العزيز كره اليد. ما انا بس اقول لها الاول، يعني انا عارف يعني كره اليد انت بتهوي التمثيل صح؟ مش قوي يعني. نجمتك المفضله مين، او اللي انت حاسه ان هو ياسمين عبد العزيز؟ بجد بجد شفتي بقى؟ والله صدفه يعني. عشان كده طلعت شكلها. تعرفي تمثلي بقى ولا؟ يعني سعد سمير. لا ليلى لا هي بتعرف، انا بشاهد. لا ليلى بتعرف. طب انت تعرف تدينا اي لقطه كده مشهد، يمكن يكون في منتجين ولا انتوا الاثنين مع بعض يعني مثلا ايه؟ خلينا نقول ايه؟ خلينا نقول مثلا العود ده اخره فين؟ لا يعني مثلا لقطه كده انتوا دايما بتحبوا تمثلوها مع بعض مثلا تبقى حلوه. ايه قولي؟ مش عارف قولي. طب هقول لك كاني مثلا هقول لكم تمثيل، انت كابتن يحيى يوسف المدير الفني، وليلى هي نصرة. يعني هي هتاخد شخصيتك وانت هتاخد شخصيه كابتن يحيى يوسف، عايز كان في توجيه في التايم اوت، وانت ردي ردود نفس الردود اللي بتردها نصرة في التايم اوت. يا نصرة في ايه؟
بتعملوا ايه في الملعب؟ خلاص خلاص يا كابتن، خلاص يا كابتن. انت بقى خلاص يا كابتن. نصر فعلا بتقول كده، خلاص خلاص يا كابتن. انت فاهم يا نصر؟ برافو عليك، خلاص يا كابتن. انت فعلا بتعملي كده؟ خلاص يا كابتن، خلاص الدنيا تمام، ظبط يا جماعه الدنيا. عندنا نصرة، يعني يمكن ربنا يبارك في اسرتك، اسره تقريبا عندنا منها اسره اكرم توفيق في كره القدم، حنان عيد، مروه عيد، نصر عيد. الجماهير تعرف ان الثلاثي كره صالات او كره يد، لكن المفاجاه ان انت بتلعبي كمان كره قدم، ومروه عيد بتلعب كره قدم، وطبعا كانت حنان عيد بتلعب كره قدم. ممكن تكون حنان ما شاركتش قوي في كره القدم، يعني ما كانتش ساعتها لسه فيه بالشكل الكبير دوت. الحمد لله برضو انا يعني من الانجاز اللي انا انجزته في حياتي ان انا شاركت مع منتخب مصر الكره النسائيه في بطوله افريقيا 2016 في الكاميرون. كان بالنسبه لي انجاز كبير ان مصر عمرها ما صعدت بطوله افريقيا ولا دوره العاب افريقيه، فلعبت البطولتين دول فرقوا معايا جدا كفي السي في بتاعي ان انا اول لعيبه بلعب كره يد وبلعب هاندبول ان انا لعبت بطوله افريقيا. انضميتي من محليا، يعني محليا كنت بتلعبي فين عشان تنضمي للمنتخب؟ اول حاجه كنت بلعب في وادي دجله، وبعد كده مشيت من وادي دجله، عقدي خلص، حصل كده شويه مشاكل، رحت نادي الطيران، ومن نادي الطيران بقى دخلت منتخب مصر وشاركت في بطوله افريقيا وبتاع. الموضوع شكل يعني ظهر بشكل كبير يعني الحمد لله. مروه كانت اول ما بدات بنادي السيده زينب، وبعد كده نادي جولدي اشتراها، وبعد جولدي راحت وادي دجله. بس انا عايز اقف هنا عند نقطه، طبعا عارفين في مصر الكره النسائيه قدم مش منتشر بشكل كبير. ايه اللي حببك في فكره كره القدم، وبتلعبي في اي مركز في كره القدم؟ بلعب حارس مرمى. حارس مرمى. هو اللي خلاني اهتم بكره القدم شويه ان برضو احنا بعيد عن فكره المنتخبات في الهاندبول. يعني انا اخر بطوله شاركت فيها في الهاندبول كانت 2015، كانت بطوله في المغرب. درجه اولى مع منتخب مصر، وكانت اخر بطوله كانت بوركينا فاسو، كنا برضو احنا لسه صغيرين وكده. كره القدم كانت دكتور سحر الهواري كانت بتعمل لنا احتكاك بشكل كبير، كنا بنلعب معسكرات وبنسافر افريقيا وبنلعب وبنحتك، عشان كده وصلنا. فهي دي اللي كانت بتشجعني شويه ان انا اكمل كمان في كره القدم. بطلت ليه؟ والله بقى قلت اركز في الهاندبول شويه. لا مش ده السؤال، لو احنا قلنا نصر عيد في الدوري المصري حراس مرمى في كره القدم. لا الصوره دي، استني الصوره دي يا كابتن، نعديها كده. ما هي كنا هنجيلها، كنا نعديها كده الصوره دي. نصر مع عيد في كره القدم في النسائيه تمثل مين حارس مرمى في كره القدم المصريه؟ بص يعني انا الاول كنت بحب احمد الشناوي. احمد الشناوي كان لما كان مركز في الملعب وكده كنت بحبه قوي. كان حارس مرمى ممتاز. هو بيراميدز؟ لا قبل ما كان بيلعب في بيراميدز وكده خالص، بس عايز ادور له على نادي قبل المصري والزمالك، مش لاقي. مش لاقي. هو كان اعتقد كان بيلعب في ام بي او ما اعرفش، مش عارف. طب مين بعد وحاليا؟ طبعا محمد الشناوي. محمد الشناوي حارس مرمى كبير، كنت حارس مرمى كبير؟ والله بتعلم منه شويه. لا كويسه، كويسه، كويسه جدا، انا كنت متابع. لا لا ما شاء الله، بص طلع تاخد. لا لا اسد، اسد ما شاء الله عليه. طب قولي يعني خلينا نروح لليلى. طيب ليلى، انت في جامعه صح؟ الموضوع بيبقى قاسي جدا السنه دي بالذات عليكي انت لسه في دراستك، انه كان كابتن يحيى يوسف بيعمل تمرين صبح وبالليل، وفي تمرينات بتبقى الساعه 2 عشان مواعيد الماتشات بتبقى الساعه 2. انا كنت متابعكم كويس قوي، عملت ايه السنه دي؟ هو يمكن موضوع الكورونا جه في صفنا شويه في موضوع الاونلاين، فطبعا الجامعه كانت بتسهل معايا الموضوع ده، جوابات من النادي او كده واظبط، بس برضو الموضوع كان صعب، مش سهل قوي ان انا اوظف بين الاثنين. التمارين يعني كورونا الحمد لله عملت حاجه كويسه اخيرا. اصل عايز اقول لحضرتك حاجه، اصلا ليلى مش بتذاكر خالص. ايه ده ليلى؟ يعني ليلى ليلى الهاندبول اول حاجه، بعد كده المذاكره. الهاندبول 1 2 3 وتيجي المذاكره. يعني السؤال ده كان، طب قولين خليك كمل. الهاندبول التمثيل للمذاكره. يعني المذاكره دي اخر حاجه بالنسبه لليلى. يعني وطبعا هي جديره في التمثيل. طالبه متفوقه جدا. خلاص يا كابتن، خلاص يا كابتن، خلاص يا كابتن. طيب طبعا سعداء جدا باللقاء مع نجوم ثلاثيه، فبالتالي هنطلع بس تقرير نشوف اراء الجماهير في ثلاثيه كره اليد النسائيه ونرجع تاني. مبروك لسيدات النادي الاهلي، قدروا الموسم ده يحققوا حاجه كبيره وحققوا الثلاثيه، ودي حاجه كويسه الصراحه. حابه ابارك للنادي الاهلي، فريق كره اليد، سيدات كره اليد، خصوصا نصر عيد وسندس،
حقيقي لا ابهرونا يعني. عايز اقول الف مبروك للسيدات، وده الطبيعي للنادي الاهلي وهم متعودين دايما على كده. الف مبروك سيدات كره اليد، السنه اللي فاتت ما عرفوش يحققوا الدوري بس السنه دي حققوه، حققوا الثلاثيه. بهنيهم طبعا على المستوى الهائل اللي هم ظهروا بيه الموسم ده، احسن من الموسم اللي فات بكتير. الف الف مبروك، وان شاء الله في تقدم باستمرار يعني. ببارك برضو الكابتن الخطيب ان هو يعني جايب كباتنا هنا كويسين ومدربين كويسين، كابتن يحيى يوسف ده ما شاء الله عليه يعني. البنات حققت حاجة كبيرة جدا، وإن شاء الله النادي الأهلي يبقى في تقدم على طول يعني ومستمر. أنا حابة أبارك لسيدات كرة اليد على اللي حققوه، مجهود كبير وإن شاء الله من نجاح لنجاح. ألف مبروك طبعا للفريق، وإن شاء الله يعني ربنا يكرمهم ويحققوا كل البطولات في الفترات اللي جاية بإذن الله. أنا حابة أبارك لهم على النجاح الجميل اللي هم حققوه بقيادة كابتن يحيى يوسف. اهلا بحضراتكم من جديد. اجيلك يا ليلى، يمكن طبعا اراء الجمهور حاجه كويسه انه حاسين بانتصاركم، اكيد حاسين قد ايه بتعبكم السنه دي، بس خليني اقول على لقطتين معينين عايز اتوقف عليهم وفرصه ان انتم معايا النهارده. عوده غدا حسام طبعا كانت اعتزلت نتيجه الجواز واستقبالها لاحد او يعني افراد الجداد، بيبي جديد، وكمان سندس حشانه كان في اتنين من الفرقه انضموا ما كانوش موجودين السنه اللي فاتت. عملتوا ايه في الموقف ده او شفتوه ازاي؟ خاصة انتوا بيبقى لكم رأي مع كابتن يحيى يوسف في اختيار اللاعبين. طبعا رجوع غادة حسام فرق معانا جدا، وهي ما شاء الله يعني رجعت يعني مستواها زي ما هو ويمكن احسن كمان، وهي ما شاء الله هي وموني وآية نفس المستوى، ومنا كمان من صعادة من 2002 كلهم نفس المستوى ما شاء الله وشايلين الفرقة. يعني هي الفرقة عبارة عن جون ودفاع بس صحيح. فالحمد لله الجون ده نص الفرقه. سندس جات طبعا سندس دي اضافه كويسه جدا للفرقه يعني، لا ساعدتنا بشكل كويس قوي، ومن اول الموسم احنا متفقين احنا ان شاء الله يعني ان هي تكون هتقدم اقصى حاجه عندها عشان تساعدنا، عشان تساعد الفرقه وان احنا نرجع الالقاب مننا تاني. تتمني سندس تبقى موجوده معانا تاني؟ طبعا ان شاء الله. طب اصعب ماتش كان السنه دي ايه؟ ماتش الشمس. يعني واحد ما احنا بنلعب الشمس المجمعه الثانيه. المجمعه الاولى ولا الثانيه؟ لا الثانيه، عشان كان ده نهايه الدوري. لا هو مش نهايه الدوري، هو الماتش ده كان ليه ظروف خاصه وكنا بنوصل رساله معينه ووصلناها الحمد لله. هم السنه اللي فاتت كسبونا 5 ماتشات، فاحنا السنه دي ده كان الماتش الخامس لينا، فكنا مصممين ان احنا نكسب الماتش الخامس. سامع يا كابتن احمد؟ انا سامع، بس انا عايز اقول ان بعد خساره 3 بطولات وانتوا مسيطرين على البطولات وبتحصل هزه وبتبداوا الدوره المجمعه الاولى بدون سندس نجمه كبيره في الفريق، عملتوا ايه او اتكلمتوا مع بعض ازاي كفريق عشان ترجعوا النادي الاهلي لمنصه التتويج وتحصدوا كل البطولات اللي شاركتوا فيها السنه دي؟ بص هو يعني طبعا اكيد سندس لعيبه كبيره ولعيبه كويسه ولعيبه يعني مفيده للفرقه. قبل ما المجمعه تبدا انا كدوري كابتن فريق، طبعا سندس كان مصاب بفيروس كورونا بالظبط، قعدت مع الفرقه وان احنا لازم ناخد عهد مع بعض ان احنا لازم نخرج من الماتش دوت باقل باكتر المكاسب لينا احنا كفرقه. لازم كل واحده في الفرقه تثبت لنفسها ان هي قويه وان هي تقدر تعمل حاجه وان هي تقدر تساعد نفسها ان هي تبقى اعلى مستوى ليها وتقدمه للفريق. ده كان ايه قبل الدوره ولا ده قبل الماتش مثلا ب 48 ساعه او احنا خلاص رايحين على المعسكر؟ قلت لهم اللي هيثبت لينا اللي هيخرجنا من الكبوه ديت او الدوري ده مش هينفع يروح مننا خالص مهما ظروفه كانت حصلت، فاحنا لازم نتعهد مع بعض ان احنا لازم ناخد ال9 بونت في ال3 متوشه دول. وفعلا الحمد لله الفريق كله كان يعني قدرنا ان احنا نتجاوز الحته ديت وكسبنا ال3 متوشه، عملنا مجهود فيها كان رائع. احلى حاجه السنه دي ان احنا ما كناش بنعتمد على حد معين بس في الفرقه، بالعكس احنا عندنا 16 بنت او 18 بنت، ما فيش حد فينا اساسي واحتياطي، ما فيش حد فينا نجم في الفرقه. طب نصر خليني اقول لك احنا عاملين لكم مفاجاه بقى بخصوص الموضوع ده، وعاملين لليلى ولكل الفرقه مفاجاه كده نشوفها ونرجع لبعض تاني. ماشي، شوف المفاجاه دي اعزائي المشاهدين ونرجع تاني نكمل حوارنا. ازيك يا نصر عامله ايه؟ ألف مبروك رقم واحد، ألف مبروك الحصول على 3 بطولات السنة دي، بطولة الدوري العام وكاس مصر وبطولة المنطقة.
لكن انتي وعدتيني اول سنه ان شاء الله ثلاث بطولات هيرجعوا لبيتهم تاني، يرجعوا جوه النادي الاهلي. فانا فرحانه بيكي جدا ومبسوطه بيكي وفخوره بيكي جدا زي انا وامك وابوكي واخواتك، واتمنى يا رب العالمين ان شاء الله انك تكملي كده وتبقى عند حسن ظن اظننا جميعا احنا اخواتك وامك وابوكي وكل جماهير النادي الاهلي وكل المدربين ومدربينك. فخوره بيكي وفرحانه بيكي ككابتن النادي الاهلي انك قدرتي ترجعي تاني ثلاث بطولات للنادي الاهلي مع زمايلك. شد حيلك ومسؤولية أكبر عليكم الموسم الجاي إن شاء الله، وكل المواسم اللي جاية زي عادتنا إن إحنا دايما دايما نبقى رقم واحد، عشان إحنا دايما النادي الأهلي رقم واحد. ألف مبروك حبيبتي ليلى هيثم أختي الصغيرة وحبيبتي برضه زي نصرة بالظبط، فخورة بيكي جدا وفرحانة بيكي زي ما بيسموكي الرشاش، دي فعلا الشهرة بتاعتك لان انت حد بتلعبي من قلبك قوي وبتدي كل حاجة للفريق وبانت بصمتك في الفرقة، فبرافو عليكي حبيبتي وربنا يكرمك يا رب دايما وشد حيلكم ولسه ان شاء الله الموسم اللي جاي كمان نقدر نحافظ على الثلاث بطولات. الف مبروك الف مبروك للنادي الاهلي والجهاز الفني وكده الكابتن يحيى يوسف، والف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. مبروك يا ناصر ومبروك يا ليلى، الاهلي فوق الجميع. باي باي. طبعا دي كانت رساله نجمتنا مروه عيد عبد الملك المحترفه حاليا في نيس الفرنسي، تعرفيها؟ اختي الكبير تعرفيها بجد؟ اه. كان في لقطه شهيره انت خدتيها مع الكابتن محمود خطيب وانا نازل اسلمكم ميداليات، كنت شايفه هي بتحقد عليك ازاي في اللقطه دي؟ بص يعني طبعا يعني انا محظوظه جدا ان انا كابتن خطيب حضر لي يعني فاينالي اول بطوله كاس مصر ودرع الدوري، فدي حاجه بالنسبه لي يعني. انتوا لما بتشوفوا كابتن محمود الخطيب في المقصوره جاي يحضر مباراه يبقى ايه شعوركم كل ما انا عايز اقول لك لما بلغت واحنا بنسخن في ماتش الزمالك ان كابتن بيبو جاي يتفرج علينا الفاينل وكده، انا اصلا مش عارفه اجمع نفسي، هو انا عايز العب حلو ولا انا عايز اعمل ايه؟ طب نكسب ولا كده؟ فالموضوع كان بجد كنا مبسوطين قوي، اول مره تحصل اصلا في حياتنا ان رئيس نادي يجي يتفرج على الفرقه او اعضاء مجلس اداره. بجد كانت روح عاليه جدا وكان هو نازل وهو فرحان بينا ان احنا كسبنا. شفتي يعني الموقف اللي عمله كابتن محمود الخطيب لما توجه لفريق نادي الزمالك وسلم على اللاعبات؟ يمكن ده مشهد ما شفناهوش كتير. اه طبعا، خاصه في ملاعب السيدات ان رئيس النادي ينزل ويبتدي بالفريق الخصم ويسلم عليه في مباراه حساسه، يعني كان شعوركم ايه في حاجه زي كده؟ والله هي مش حاجه جديده على كابتن بيبو، يعني كابتن بيبو يعني اخلاق ومبادئ وقيم في النادي الاهلي، الواحد كل يوم بيتعلم حاجات جديده في النادي الاهلي طبعا. حتى فرقه الزمالك كانوا مبسوطين وهم كابتن بيبو كان بيسلم عليهم، فدي كانت حاجه جميله بالنسبه لهم الصراحه. بالنسبه لليلى هي قالت حضرت نهائيين كان الكابتن محمود خطيب كانت عايزه تعمل اي حاجه في الملعب، بالنسبه لك هي طبعا دي حاجه تفرق نفسيا جدا مع اي لعيب ان رئيس نادي يعني نفسه يكون موجود، ودي بيدي حافز للفرقه كلها، انا عن نفسي بيديني حافز بكون عايزه اعمل اقصى حاجه عندي عشان ابين فرقتي باحسن صوره، يعني مش هيقولوا بس ليلى هي اللي كسبت، لا الفرقه كلها هي اللي كسبت، الفرقه كلها كان شكلها كويس طبعا عشان نفرح الجماهير ونفرح كابتن محمود الخطيب. بالتاكيد نصره ممكن تكون اختها مروه عيد وكابتن حنان عيد، فوارد جدا يكون استهوها لفكره كره اليد. بالنسبه لليلى ايه اللي خلاك تفكري في فكره ان انا لازم اروح كره اليد، او ان انا لو رحت المكان ده هجيد وهيطلع عليا لقب الرشاش او الدبابه؟ ليلى ليها اختين كمان بيلعبوا هاندبول كمان. اكبر ولا اصغر؟ لا اصغر، انا اكبر واحده. فبالتالي هي الوضع مختلف. قولي لنا انت بقى ايه اللي ما انا بسال عشان انا دخلتها صدفه، انا كنت عضو في نادي الاهلي عادي فكنت عايزه اجرب اي لعبه جماعيه، جربت لعبه الهاندبول بس انا اصلا ما كنتش هكمل فيها، يعني انا جات لي فتره كده زهقت، بس انا كنت صغيره ابتديتها وانا عندي 5 سنين بس. طبعا كابتن بيسا راحت اتكلمت مع مامتي وبابايا ولا دي هيبقى ليها مستقبل كويس قوي ولعيبه كويسه، وانا حاسه ان هي تبقى حاجه ان شاء الله. بدات كام سنه؟ بدات 5 سنين. 5 سنين في النادي الاهلي. بدات في مدينه نصر. اه كنت مره في مدينه نصر. أيوه. وبعد كده كانت زهقت امتى؟ ما كنت زهقت امتى وبعد كده رجعت؟ لا اللي هو انا طفله. لا مش عايزه مثلا حد يقول لي لا اعملي كده ما تعمليش كده كده، كنت لسه فاهمه. يعني بس لا رجعت والحمد لله، يعني كابتن بيسا كان ليها دور كبير قوي معايا من وانا صغيره، وكابتن اسلام فؤاد طبعا، كابتن عصام، كابتن كتير قوي. مع ماتش المجر بقى، يعني طفله وبتزهق من لعبه اليد وتيجي تحصل على لقب افضل لاعبه في مباراه المجر، حسيتي بايه وقتها؟ انا طبعا كنت يعني شايفه مجهودي كله طول السنين اللي فاتت بيتكلل قدامي ان انا باخد احسن لعيبه، طبعا دي حاجه كبيره قوي. يعني بس ما حصلش نصيب، عملنا يعني سكورات حلوه او ان احنا ما كسبناش قوي يعني غير ماتش واحد في كاس عالم، بس دي كانت الحاجه الكويسه يعني اللي في السفريه، وطبعا انا فخوره بيها قوي لحد دلوقتي. طب تفكري تحترفي يعني؟ يعني مروه كانت معانا من شويه، وخلي بالك يعني مروه بتحترف في احد الانديه الكبيره، نيس ده نادي كبير مش بس في فرنسا ده في اوروبا كلها. و
اكيد ده بيبقى يعني محط انظار او طموحات، بتفكري في حاجه زي كده؟ اه طبعا، يعني اي لعيبه هتفكر في الاحتراف، وانا الموضوع ده ان شاء الله يعني بشتغل عليه من وانا صغيره. طيب يعني برضو خلينا اقول لك ان ده لازم يبقى ليه خطوات، لو انت بتفكري في الاحتراف لازم يكون ليه خطوات، لازم دلوقتي يبقى فيه زي وكيل اعمال، لازم يكون فيه زي بصر. لازم اقول انا حاجه، لازم لو هتحترفي خليك انت بنت النادي الاهلي، خليك في النادي الاهلي. اه النادي الاهلي نادي عظيم واعظم نادي في الكون، تعملي زي اختك مروه. هو طبعا اي حاجه هتحصل هتكون من عن طريق النادي، من خلال النادي، والنادي طبعا بيسهل الموضوع ده يعني لاي لعيب طبعا. يعني سامع كابتن احمد؟ انا سامع. يعني بص، لا انا بس عايز اقول ان نفس الفكر في الولاد هو نفس الفكر في السيدات، في الانسات، هو ده النادي الاهلي بالظبط، لغه واحده الكل بيتكلم بيها. احنا في الاخر بنروح نرفع اسم النادي يعني. بالتاكيد. نعم. ليلى بجد يعني انا مش عايز الحوار يخلص، ولكن احنا يعني الوقت بيعدي سريعا. بشكرك، نورتيني وشرفتيني، واتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله نشوفك تحقق حلمك سواء مع النادي الاهلي او حتى في اوروبا ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا ليلى، وان شاء الله تحقق حلمك بالاستمرار في النادي الاهلي. شكرا كابتن مصر، وان شاء الله تحقق حلمك بالاستمرار في النادي الاهلي وتحصدوا دايما البطولات كده، وملوك الصالات في السيدات واليد والقدم، قصدي سيدات ورجال. مصر انا بشكرك وبربط على ايدك وبقول لك الله ينور عليك، انت كابتن فرقه نموذجي، بنت النادي الاهلي، فخورين بيكي ومتابعينك وبنشكرك على وجودك. ربنا يخليك يا كابتن. شكرا، انا مبسوطه جدا انا معاكم، وكل سنه وانتم طيبين ودايما الاهلي بخير ان شاء الله. دايما يا رب. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده مع ملكات كره اليد في النادي الاهلي، وايضا احتفلنا بيهم بالانجاز الكبير طبعا في رمضان. خلينا نطلع لفاصل ونستقبل ضيفنا او كابتننا الكبير كابتن محمد يوسف، ولكن بعد الفاصل.